يوجد بطاقات مكتوب عليه أسماء الله جل جلاله مثل هذه الصورة الذي بجانب هذه الرسالة، وقد ضمنوا هذه الرسالة الصورة لكسوة الكعبة وعليها آيات من كتاب الله المبين. يقول وترمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام، ويقول هذه فقط إشارة، وما تنصحون الباعة بذلك أو من يهمه الأمر بذلك؟ الحمد لله، هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة، منها بطاقات تحمل الله، وأخرى إلى جانبها تحمل محمد، ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك. ونحن نتكلم على هذه الصورة أولا، ما فائدة تعليق كلمة الله فقط، محمد فقط، إذا كان الإنسان يظن أنه يستفيد من ذلك بركة، فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العمل، إذ أن هذا ليس بجملة مفيدة تكسب معنى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك. ثم إن التبرك بمثل هذا لا يسوق، لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه الذي ورد، لأنه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقا، أن توضع كلمة الله وبجانبها موازية لها كلمة محمد، هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ثم إن التبرك بمجرد وضع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز، فالتبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات، وقد تبين ما فيها من مخالفة للشرع.